الله على هذا الانتصار هذا اليوم، قد تمكنت قوات الشرعية والمقاومة الشعبية والمقاومة الداخلية اللي هي داخل مدينة العليا من السيطرة على السجن المركزي وعلى إدارة الأمن وإخراج المساجين، وعددهم حوالي 40 سجين من الذين سجنتهم ميليشيات الحوثي. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وخير كبير أن هؤلاء السجناء خرجوا وهم سالمين من هذه المنطقة. وتوجد جثتين في السجن المركزي، نحن نشاهد الآن سينقلها سيتم نقلها إلى ثلاجة مستشفى الدفيعة بغرض تسليمها للصليب الأحمر. ونشكر من الأعماق أبناء مدينة العليا، يعني أبناء مدينة العليا الذين أثاروا على عصابات الحوثي من داخل المدينة وقضوا عليهم. عما نحن جينا عنصر مساعد فقط.